قررنا اتخاذ عدد من الإجراءات التخفيفية فيما يتعلق بتحصيل الأموال العامة المستحقة والمستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومي وتحديداً من صندوق التنمية والتشغيل وبرامج التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية المحافظات حتى نهاية العام الحالي، كما وتتضمن الإجراءات أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار أردني. حياكم الله. هل سيأتي يوم علينا لا نسمع فيه شكاوى من المزارعين؟ إن شاء الله. هل سنصحو يوماً وحال قطاعنا الزراعي متعافٍ؟ تأثير الجائحة كيف ستعالجه الحكومة؟ كيف يمكن لنا أن نزرع بالتعاقد لنضمن ألا تحصل هذه الاختناقات التسويقية التي تخنقنا جميعا؟ ماذا عن الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل؟ هل نسير وفق ما خطط له بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025؟ وماذا حل بمزارع الغمر والباقورة التي استرديناها من المحتل؟ اليوم الحكومة أعلنت عن حزم تحفيزية، سنتعرف على حصة القطاع الزراعي فيها. ضيفنا اليوم وزير الزراعة قديم جديد، معالي المهندس خالد حنيفات. مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين جميعا. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. توصيات من جلسات متخصصة بالقطاع الزراعي في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في ظل جائحة كورونا. الاستمرار بالنشاط الزراعي في مجال الانتاج والتسويق في هذا الظرف، تجنب وضع سقوف سعرية إلا إذا استدعت ظروف استثنائية إلى ذلك، تحسين بيئة العمل في القطاع الزراعي من خلال تعديل القوانين والتشريعات الناظمة، تطوير قاعدة بيانات شاملة تحتوي على جميع فئات العاملين في القطاع لوضع تعريف واضح ما هو المزارع، وأهمية إدغال التكنولوجيا في الزراعة للحصول على منتجات ذات مستوى جيد وبكلف إنتاجية قليلة، وتخفيض الفوائد البنكية وفوائد مؤسسة الإقراض الزراعي على القروض الممنوحة للمزارعين خلال الأزمة وللموسم أو الموسمين التاليين بنسبة 1% من 2%، هذا على الأقل. أهلا بكم من جديد، أجدد ترحابي معالي الوزير. أهلا بك، مع حفظ الألقاب سأبدأ وإياك اللقاء. وأغلب معلقين إعفاء المزارعين من الإقراض الزراعي، سنأتي لهذا الموضوع وموضوع آخر، لكن اليوم هناك حزمة تحفيزية من قبل الحكومة قدمت، سنتعرف. علمت بأن هناك سيكون فيها فرص عمل وأيضا قروض، صحيح؟ نعم. طيب، ما هي حصة القطاع الزراعي والمزارعين في الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليوم بالتفاصيل؟ أهلا بك. شكرا أستاذ عامر. تفضل. ومسي بالخير على المشاهدين. حقيقة يعني الحكومة وضمن إجراءاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن الأردني، ارتأت أن تضع حزمة إجراءات وتخفيفية وتحفيزية، حتى ننتقل أيضا حتى من خلال هذه الإجراءات من الريع إلى الإنتاج، وحتى نوظف القطاعات المختلفة لكي تكون قيمة مضافة للاقتصاد وأيضا تنعكس على دخل المواطن. القطاع الزراعي كبقية القطاعات استفاد بشكل كبير جدا، لا بل قد يكون أكثر المستفيدين من هذه الإجراءات التحفيزية والتخفيفية. كانت محفظة الإقراض الزراعي حوالي 70 مليون دينار، ارتفعت إلى 100 مليون دينار، يعني رفعنا المحفظة من 70 مليون دينار إلى 100 مليون دينار. أيضا كان هناك دعم لفوائد القروض، وهذه من التوصيات للمجلس الاقتصادي كما أسلفت، أنه تخفيف الفوائد. لا، إحنا عفينا المزارع للقروض القادمة لتوجيه القطاع وتنظيم القطاع. طيب ماشي. نعم. معناته أنا أول نقطة بقدر أعرف من اليوم اللي حصل اليوم من القرار الحكومي بأنه محفظة الإقراض الزراعي ارتفعت من 70 مليون إلى 100 مليون. نعم. يعني أنتوا زدتوا 30 مليون. نعم. ال 30 مليون هذول زدتوهن
من غير فوائد؟ لا 35 مليون وغير فوائد، حتى احنا من تحصيلاتنا بدنا نكمل 5 مليون من تحصيلات الاقراض الزراعي ونعطي 35 مليون دينار بدون فوائد. ماشي لمين؟ لمين؟ نعم. هنا بدنا نحكي عن لاني بدي اسالك سؤال ثاني واللي نعم. اخذوا ما في لهم اثر رجعي؟ سيدي انا بشتغل على توجيه القطاع طيب والاستفاده من هذا التمويل. ماشي. بديش انا ارجع لبعض القروض اللي كانت حقيقه بعيده عن الزراعه، يعني في ناس اخذ قروض اشترى سياره بنى بيت، هذا لا علاقه له بالقطاع الزراعي. هاي خطا مؤسسه الاقراء مش خطا المزارع حقيقه، هي في توظف احيانا بمسارات اخرى. طيب مهندس اسالك سؤال. نعم. لو انا اروح الان يصح لي قرض اخذ لي قرض ب 10000 وسد كل شهر 50 مش بروح اخذ؟ مهما كانت الانظمه والقوانين دقيقه وحريصين الا يكون في هناك استغلال وتوجيه في مسارات اخرى، وهذا امر طبيعي جدا، يعني مش بس في قطاع الزراعه. ماشي. لكن مع ذلك اذا المعفى من القروض اللي رايحين ياخذوا جديد لين 35 مليون نعمل على النهوض بالقطاع الزراعي. ماشي. وهذا التوجه توجه لجعل القطاع الزراعي انتاجي وله قيمه مضافه على الاقتصاد وايضا لتشغيل الاردنيين. ممتاز. وبالتالي هناك اربع محاور اشتغلنا عليها داخل هذا المحور اللي هو محور الاقراض الزراعي. ماشي. اولا عشان تقولي مين يستحق من هذا القرض، لمين بدي اعطيه؟ بدي احكي لك. تفضل. اولا الانتاج النباتي. بحكي عن الانتاج النباتي، انا بدي اتوجه نحو التكنولوجيا، اتوجه نحو توفير المياه، اتوجه نحو التصنيع، اتوجه نحو صناعه البذور، وهي يعني انا بعطي هذا المحور الانتاج النباتي حوالي 10 مليون دينار بحد اعلى 20 الف دينار لخمس سنوات بدون فائده. لكن في قضية صناعة البذور قد أرفع القرض إلى 50 ألف دينار، لأنها تشكل قيمة مضافة للقطاع والاقتصاد صناعة البذور، ونحن حقيقة في الأردن من الدول الرائدة في المنطقة في صناعة البذور. طيب يعني الإنتاج النباتي، التكنولوجيا والتصنيع وتوفير المياه وصناعة البذور، أنت استزراع السمكي والسمكي. نعم. لأنه محاصيل النقص الموجودة عندي، المحاصيل الاستوائية، الأفوكادو، البابايا، الجوافي، هاي محاصيل النقص، أنا بدي أعزز حتى أنا أخفف من المحاصيل الفائضة عن الإنتاج، بدي أوجه المزارع لمحاصيل النقص. هنا 10 مليون دينار سقف أعلى 20 ألف دينار، إلا البذور قد يصل إلى 50 ألف دينار، لأني حقيقة سأدعم هذا التوجه لأنه حقيقة هي صناعة حقيقية ولها قيمة مضافة عليها. ماشي. الجانب الآخر أو المحور الثاني في داخل هذا المحور أو القطاع اللي هو المربي نفسه الحيواني، وحقيقة يعني في منطقة الجنوب والشرق السكي يعني البادية والجنوب الوضع صعب من حيث هطول الأمطار هذا العام. ماشي. لذلك توجهنا بأيضا 10 مليون دينار قروض علف قرض حسن لمربي المواشي بدون أي فائدة، وهذا سيدعمهم ويعزز صمودهم، مع أنه أسعار المواشي لا بأس بها هذه الأيام، ولكن حقيقة عندهم تحديات كبيرة في مجال اللي هو العلف وتوفير العلف. لا خمس سنوات كمان. لا هذا القرض الحسن لمدة سنتين فقط عامين، قرض علف. إضافة إلى ذلك. إضافة إلى ذلك هذا خارج إطار ال. الحد الأقصى. الحد الأقصى للقرض. بلش من عنده 50 رأس من الغنم أو 20 أو 30، بلش من 300 دينار لغاية 4000 دينار أو 5000 دينار. 5000 حتى. في صدد الدراسي الآن 4 أو 5 بصراحة. ماشي. 4 أو 5 حتى أعلى. يعني. طيب. ماشي. أضف إلى ذلك حتى نخفف من معاناة الإخوان اللي هم ربي المواشي، لدينا الآن تنسيق مع صندوق التعويضات البيئية لتقديم 1 مليون دينار كأدوية بيطرية في عياداتنا مجانا لثلاث أمراض أساسية، يعني برضو حتى نخفف عنهم في قضية الأدوية البيطرية. شو هن الأمراض؟ في بعض الأمراض الحقيقة اليومية أو اللي بيستهلكوا فيها كميات كبية، هذه لازم نوفرها إحنا حتى ما تشكل كلف عليهم وعلى موردهم. وقيمتها 1 مليون دينار. قيمة 1 مليون دينار. طيب. وهذه ماشي. يعني دعم الإخوان المزارعين. المحور أو المحور الثالث. الثالث التنمية الريفية وتمكين المرأة. محور تنمية ريفية وتمكين المرأة، وهذا له دور كبير جدا على تعزيز دخل الأسر الفقيرة ودخل الأسر في الأطراف والمحافظات وحتى في العاصمة، وهذا المحور مهم جدا رصدنا له 10 مليون دينار أيضا بدون فوائد وسيكون لمدة 4 سنوات، وسيتم متابعة هذه المشاريع حتى تكون حقيقة على أرض الواقع، لأن هذه مشاريع المفروض تدير دخل، مش مشاريع للشراء الاستهلاك، فهذا أو قروض الاستهلاك، فهذه الفئة مستهدفة لدعمها، أيضا هذه تسير وفق مسارات أخرى تنمية تأهيل وتدريب وتمكين وتمويل، هي مولنا 10 ملايين دينار، أيضا لابد من البدء بإنشاء المركز أو سوق المعرض الدائم للمنتجات الريفية الذي تم وضع حجر الأساس قبل سنتين تقريبا، الآن سيتم بدء الإنشاء بدء بناؤه ببداية أيار إن شاء الله. إن شاء الله. هو كم العشرة كم قيمته؟
10 مليون دينار لغايه 4000 دينار. 4000 دينار ولا اربع سنوات؟ يعني اربع سنوات. ماشي. المحور الرابع. المحور الرابع هنا ايضا هذا المحور انتاجي تشغيلي، يوجه الشباب الى العمل في القطاع الزراعي. 5 مليون دينار للشباب للمشاريع الزراعيه. شاب عنده فكره بده يسوي مشروع زراعي، انا بعطيه 5 مليون دينار قرض بدون فائده حتى للمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، لاصحاب الافكار اللي عنده رؤيه في مجال معين. يعني كل واحد عنده فكره بشوفها ناجحه بالزراعه بده يتوجه للوزاره، بده تمويل التكنولوجيا، مشاريع رياديه للشباب، انا بعطي لغايه 5000 دينار قرض بدون فائده لمده 4 سنوات. وهذا ايضا من باب تعزيز الإنتاجية، ومن باب إنه إحنا نوجه الشباب للإنتاج والتشغيل بدلا من التوجه للتوظيف اللي الآن حقيقة القطاع العام لا يستطيع أن يقوم بهذا العرض. طيب. جانب آخر إذا سمحت أكمل الإجراءات التحفيزية. كمل شو ما بدك، لأنه بعدين نطرح الأسئلة. 10 مليون دينار لمين؟ لتشغيل العمالة الأردنية في الزراعة. يعني عندك عامل أردني بيشتغل بالزراعة، فرصة عمل جديدة غير مسجل في الضمان الاجتماعي، أنا بعطيك 200 دينار شهري لمدة 6 شهور حتى أحفزه يظلوا عندك. يعني إذا بتعطيني 250 أنا بعطيك كمان 200، هي 450. إذا متفق أنت وياه على إشي معين دعم للمزارع، يعني بأي طريقة أنا بدي أعطي 6 شهور 200 دينار شهري يغطوا الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، أي إشي بدك إياه، أنا بعطيك 200 دينار شهري لمدة 6 شهور. طيب. وهذا حتى أكسر الحاجز ما بين العامل الأردني والزراعة، وحتى أنا بالطريقة هاي أخفف من العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، لأنه إحنا يومياً مشكلتنا في مع أخواننا المزارعين العمالة الوافدة. العمالة الوافدة هل يعقل أنا دولي عندي حوالي 600 ألف أو 550 ألف، أرقام بين 500 ألف عاطل عن العمل، وعندي مليون وافد؟ هل أنا دولة نفطية وثرية حتى أني أستنزف سنوياً حوالي 2 مليار دولار يطلع من عندي أنا فائض عندي يعني 2 مليار؟ فبالتالي لابد من التضييق على العمالة الوافدة في هذا المجال. أنا بحفزك وبعطيك 10 مليون دينار للعمالة المحلية حتى تشتغل في الزراعة، بدي أكسر الحاجز وغير الثقافة وغير السلوك، أوجهك للعمال الزراعي. طيب. العمال الزراعة كم واحد بال10 مليون؟ يعني أنا تقريبا يعني أنا بحكي لك عن 200 عن 200 كل 6 شهور، عن 200 دينار كل 6 شهور، يعني بتحكي عن حوالي 1200 ليرة، بتحكي 1200 دينار، بتحكي عن حوالي 10000 فرصة عمل بالطريقة هاي. دعم 10000 فرصة عمل. هاي المحور الخامس. ايضا محور ايضا وهي قصه مهمه جدا برضو، يعني صار عندنا 10 20 30 45 45 35 قروض بدون فوائد، ال10 مليون دفع مباشر، وال5 مليون دفع مباشر كمان هي لتشغيل الشباب في التشجير، التحريج والتشجير. 5 مليون دينار تقريبا حوالي 3000 فرصه عمل لتشغيل الشباب في التحريج وتشجير الاردن من الشمال للجنوب والتشجير. نعم. وقد يعني هذول عن طريق الوزارة، نتوجه عن طريق خزينة الدولة، عن طريق وزارة المالية. نعم. لا لا، أنا بقول لك اللي بده يجي على التحرير والتشجير عن طريق الوزارة. نعم. مش ديوان خدمة. لا 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 لا، هذا شباب بده يشتغلوا. 260 دينار شهري بعطيه أنا كمان. 260 دينار شهري، وقد يمتد هذا من 6 شهور إلى سنة كمان. من 6 شهور حتى يكون إذا شفنا نجحت الفكرة قد نستمر إلى سنة كمان. طيب في شروط محددة اللي بده يتقدم ولا لا؟ شباب بده يشتغل، شاب بده يشتغل. طيب كيف بده اللي بده يشتغل؟ كيف بده يقدم لعندكم؟ أنا بنسقها هذه، إحنا اليوم طلعت هاي الإجراءات سيتم تنسيقها وآلية عملها بالتعاون مع كل الجهات، ممكن الجمعيات البيئية تشاركنا، ممكن طيب سؤال أنت بدك تعطي في التشجير والتحريج حتى يعني المتطوعين. أنت بدك تعطيه 260 دينار، 260 دينار شهري لمدة 6 شهور من غير ضمان ومن غير شيء. طبعا. طيب. انا هاي انا بعطيها كفرص عمل مؤقت هاي. طيب. حتى ماشي. انا بصراحه احرك الاوضاع الراكده في الاقتصاد. طيب. وفي البطاله. طيب كمان خلصنا هون المعرفة. عندي هاي الحزمه، هاي تبقى خلينا على الحزمه، وهذه الحزمه هاي الحزمه من ضمن حزمه حوالي 448 مليون دينار لكافه القطاعات. احنا بنحكي عن 1.4 قديش من الناتج المحلي الاجمالي، يعني الان انت شرحت لون ب 35 مليون، 35 مليون و15 50 15 للدفع 50 مليون. نعم. يعني حصة وزارة الزراعة اليوم كانت 50. أتوقع وزارة الزراعة منذ عشرات السنين لم تحصل على هذا الكلام. ولا 50. حتى المزارع. عندي هون 3000 فرصة، وعندي هون 10-13 ألف فرصة عمل تقريبا، أكثر إن شاء الله. إن شاء الله أتوقع الكلام. بس 13 ألف فرصة هذول، يعني في ناس راح تأخذ كل واحد طبعا فرصة عمل غير دائمي. بدنا نوجه تشغيل. نعم تشغيل. نعم. اللي عنده فكرة رائدة بيأخذ تمويل، بيعطوه تمويل، واللي بده يشتغل بالتشجير بياخذ 260 دينار من 6 شهور لسنه. نعم. من 6 شهور. نعم. لسنه. اذا احنا تحدثنا بالمحاور السته هاي، بدي الان افوت انا وياك على بعض التفاصيل فيها. تفضل. لكن بعد فاصل قصير اول. تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل قصير اول.
اهلا بكم من جديد وجد ترحاب بضيفي معالي وزير الزراعه. اهلا بك مهندس خالد. واعود لنتحدث في بعض التفاصيل. انت تحدثت لي انه في عندي 35 مليون صحيح؟ 30 مليون ضفتوهن الى محفظه الاقراض الزراعي. نعم. وال30 مليون هذول ما عليهم فوائد. 35 مليون احنا اخذنا ال 30 اخذنا من البنك المركزي حتى رفعنا المحفظه من 70 ل 130 مليون. ماشي. يعني احنا عندنا تحصيلاتنا 5 مليون اضفناها واعطينا قروض بدون فائده على 35 مليون. منين جبتوهن؟ لا هي المحفظه واضحه لكن احنا كيف دعمنا الفوائد قصدك؟ ماشي. الفوائد احنا حقيقه يعني انا اعتقد انه هذا العام عام يغاث فيه الناس. وانا شخصيا وجهت الانفاق الراسمالي والجاري خففت منه حولته لدعم فوائد القروض. يعني انا بديش ابني مباني ولا اشتري اجهزه ولا اشتري سيارات هذا العام، انا بدي ادعم فوائد القروض حتى ادعم المزارع الاردني. هذا جانب. والجانب الاخر من وزاره الماليه. دعم فوائد القروض كان من نفقاتنا الرأسمالية كوزارة الزراعة والجارية أيضا. نعم. من نفقات الجارية محروقات خففناها للنص تقريبا، ومن وزارة المالية الجزء الآخر حتى ندعم المزارع بشكل مباشر بعيد عن إجراءات يعني المباني والكمبيوترات والسيارات. هذا العام حقيقة عام مختلف يجب أن نتعامل ونتعاطى معه بطريقة مختلفة. طيب الآن اللي بده يحصل على هذه القروض راح يتم وضعها على موقع الوزارة، يعني كيف الناس راح تعرف هذه التفاصيل؟ الإقراض الزراعي وهي مؤسسة عريقة وعمرها يزيد عن 60 سنة ومؤسسة محترمة وحقيقة هي الحاضنة للقطاع الزراعي عبر 60 سنة، فهذه عندها آلية واضحة وسنعمل على معايير محددة واضحة كي تؤتي كل هذه المشاريع القروض ولا تتحول إلى قروض استهلاكية. طب أجلتوا أقساط القروض؟ أجلنا 8 أشهر وإن شاء الله راح نأجل خلال شهر رمضان وقد نؤجل شهرين. يعني شهر رمضان والعيد. لا انا بدي خبر لانه هذا خبر جديد. نعم اليوم اجلنا شهور سابقا سنؤجل شهر رمضان. أه. وقد نؤجل شهر اخر ان شاء الله حتى رمضان والعيد. رمضان والعيد خلاص بدهم هيك تاجيل اقساط يعني. رمضان والعيد في الاقراض الزراعي. طيب في الاقراض الزراعي هذا كويس الناس بتفتح هسه شوي شهر. يا سيدي الله يهدي البال، احنا عارفين ظروف صعبه على الناس بس حقيقه الوضع كمان الاقتصادي صعب. طيب احيانا لما احنا بنروح نحط قروض للمزارعين منعقدها شوي الشروط، راح يكون في تسهيل هذه المره ولا لا؟ شوف احكي لك شرف. اخ عامر تفضل. هذه مؤسسه ليست مصرفيه، لو بتتعامل بطريقه مصرفيه بجوز ما نعطي ولا قرض. وحتى من ما اخذ البنك المركزي علينا انه انتم شعور ريعيين احيانا. ليش؟ انا هدفي انا ادعم المزارع. هي مؤسسه تنمويه وليست مصرفيه. بنحاول قدر الاستطاعة إنه تسهل في قضية الإقراض حتى حقيقة يعني يكون فيها لها جدوى على القطاع الزراعي. يعني إحنا بنعطي بأقل الضمانات وأقل الفوائد. أنا بحكي لك الآن بطلب من المجلس الاقتصادي إنه تخفيض الفائدة، لا أنا حطيت صفر فائدة. يعني شو بدك أحسن؟ فبالتالي أنا بدي برضو إيرادات حتى أعطي أقرض. إذا أنت ما دفعت لي شو كيف بدي أقرض أنا؟ إذا ما في ضمانات ما فيش. طيب. تحصيل. ماشي. الآن إحنا يعني الآن المزارع في مزارعين، في مزارع راح ينبسط بقول لك راح أخذ قرض ما أدفع عليه فوائد، وفي مزارع بقول لك طيب أنا ليش بتوش يطلع لي فوائد؟ على أقل تقدير إنه يحفو علي الغرامات. أنا بتحدث عن القادم لأني أنا بدي أوجه القطاع الزراعي لطريقة مختلفة. لا حديث عن أثر رجعي. لا حديث عن أثر رجعي. أنا أتحدث عن القادم حتى أوظف هذا القرض لتوجهات الزراعة، توجهات وزارة الزراعة. انا يعني بنحكي عن قضايا كثير مهمه جدا، برضو بدي اتوجه لعمليه اللي هو الكلف الطاقه. انا بعطي قرض لغايه 15000 دينار بدون فائده برضو للطاقه. يعني حتى الطاقه المتجدده حتى اوفر. يعني احنا بنحكي كيف نوفر على المزارع وكيف نوجهه للي بدنا اياه. مش معقول اوجهه يزرع لي بندوره وباذنجان وعندي فائض. انا بدي اوجهه للزراعات الاستوائيه، الافوكادو، بابايا، مانجا بستوردها، هاي محاصيل نقص. انا بدي يزرع محاصيل النقص اللي بستوردها من العالم. انا اوفر عمله صعبه واصير قيمه مضافه من خلال التشغيل الاردني كمان، مش رجع لي على المربع الاول اللي انا بدي اخرج منه. ما هو لو كان في مرجعيه بوزاره الزراعه انه السنه هاي انت زرع ثوم، انت زرع كذا، انت زرع كذا. انا بحكي نعم تفضل. انا بحكي انه تنظيم القطاع الزراعي قضيه مهمه جدا، واحنا اعتمدنا على انه السوق ينظم حاله. يعني قطاع ينظم حاله، احتياجات السوق، البيع والشراء. لكن للاسف احنا بنمر بوضع كارثي من حيث التسويق الزراعي. ليش؟ لانه انا عندي تقريبا 3 حدود مغلقه. يعني بتحكي الحدود العراقيه والسورية، الحدود السورية والحدود الإسرائيلية. حقيقة هذا جهد كبير وهذا لود كبير على الدولة الأردنية، مش بس على المزارع، على الدولة الأردنية. قديش أنا كنت أصدر للعراق 450 ألف طن، الآن بصدر 28 ألف طن. سوريا تقريبا شبه صفر. الجهة الإسرائيلية تقريبا شيء لا يذكر.
فبالتالي هذه ارقام انا سوريا وترانزيت، سوريا السوق السوري والسوق اللبناني وترانزيت ايضا لاوروبا صفر. فبالتالي حقيقه هناك جهد كبير يعني او اجهاد كبير على المزارع وعلى الدولي ناجم انه انا برضو ما يجيني ضرائب ولا عوائد ولا كمان هذا عبء كبير. انت بتعرف لما يكون عندك صادراتك مثلا وصلت للسوق العراقي مثلا 850 مليون تنزل ل 50 مليون 70 مليون شو اثرها هاي؟ فحقيقة في إجهاد كبير على الاقتصاد الأردني مش اليوم من حوالي 10 سنوات تقريبا وإحنا في معاناة حقيقية يعني. طيب ماشي. الآن إذا تحدثنا عن الإنتاج النباتي سيكون هناك الحد الأعلى لهذه القروض 20,000 باستثناء صناعة البذور، ربما يكون القرض ب 50,000 لأنه هاي لمدة 5 سنوات لها قيمة مضافة عالية. يعني أحيانا حفني من البذار صحيح ثمنها 8 تريلا. طيب بالنسبة للثروة الحيوانية في عنا قروض للعلف وفي عنا وهو قرض حسن مزبوط. نعم. لمدة سنتين. نعم. وهذه أيضا 10 مليون دينار. نعم. وفي عنا صندوق التعويضات البيئية اللي هي الأدوية. لا لا ما لنا هذا دعم من صندوق التعويضات حصلنا على 1 مليون دينار إن شاء الله، دعم المزارعين في الأدوية البيطرية الضرورية يعني 3 أهم أدوية راح نوفرها كانوا يشتروها من الصيدليات. نعم بمليون دينار سنوفرها مجانا. نعم 1 مليون دينار. نعم. أيضا عندنا التنمية الريفية وتمكين المرأة. نعم. اللي هي بقيمة 10 مليون. نعم. 4,000 كحد أعلى لأربع سنوات. نعم. صحيح. نعم. وعندنا الإنتاج والتشغيل 5,000 لمدة 4 سنوات. نعم للشباب. للشباب. نعم. عندنا تشغيل العمالة الأردنية، الزراعة بتعطي 200 دينار لكل عامل أردني عامل جديد أردني في قطاع الزراعة لمدة ست شهور. وعندنا آخر شيء اللي هي التحريج والتشجير 260 دينار. ممكن 6 شهور وممكن تمتد لسنة. ممكن قد تمتد لسنة إن شاء قد الله. إن شاء الله. قد تفيد التشكيك وبالتالي 6 شهور مضمونات. على الأغلب. طيب ماشي. الآن نسأل المزارع يسأل دائما بقول لك لماذا المزارع الأردني في المعادلة هو الخاسر الأكبر. نعم. ولما نقول له شو سبب هذه الخسارة؟ بقول لك وزارتنا مش ماشي معنا. كيف يرد وزير الزراعة على المزارع؟ والله التحدي اللي بيعاني منه المزارع بتعاني منه وزارة الزراعة. ماشي. يعني نحكي إحنا عن تحديات كبيرة بتعاني منها الدولة الأردنية. ذكرت لك قبل شوي اللي هو التسويق. الآن لو السوق ماشي وتصدير لأوروبا والأسواق المجاورة ماشي كما كانت سابقاً، معنا إشكالية على الإطلاق. ولا بشكل مزارع ولا بشكل وزير الزراعه. طب ليش ما نرجع على التصنيع؟ هذا الكلام هون بدنا نرجع، هون بدي احكي لك الان حقيقه هذه التحديات الغير عاديه تستوجب فكر غير عادي والتفكير خارج الصندوق. أعطيه. لذلك انا عندي محاور 7 للقطاع الزراعي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحويل القطاع الزراعي من التظلم اللي الله يعينه وانا بتظلم من وجع الى الانتاج والى ان يكون في نهضه حقيقيه. ماشي. الجانب الأول لابد من أن نعمل على وضع يدنا على الجرح ومعرفة وين هم المزارع. هم أكبر أو من هموم المزارع اللي هو قضية مدخلات الإنتاج. للأسف هناك فحش بالغ في بعض مدخلات الإنتاج، البذار والسماد والمبيدات والأدوية البيطرية، وهذه مستلزمات الإنتاج حقيقة تسعر على هوى البعض دون أي ضابط. فبالتالي منذ حوالي 2 أسبوع شكلت لجان وإن شاء الله خلال منتصف شهر رمضان ستكون عندي النتائج وستتم إعلانها وستستنسخ تجربة مؤسسة الغذاء والدواء التي خففت الأدوية البشرية بعضها إلى 40-30% من كلفة من 10% كمان بعض. وبالتالي هذا فحش وهذا مضر بالمزارع. فإن شاء الله نحن بصدد تحديد هذه الأسعار في أسواق المنشأ في المنشأ بلاد المنشأ وأيضا في 10 أسواق مجاورة ومقارنتها ووضع حد أعلى للأسعار في هذا المجال بحيث أنه يكون نخدم فيه المزارع بالطريقة هذه. المحور الثاني حكيت لك عن الإقراض الزراعي وهذا قصة يعني استفدنا فيها وما بدأ ماشي. المحور الثالث محور التصنيع الزراعي، التصنيع الغذائي. لابد حقيقة من أنه إحنا والفائض عندنا في الغالب بيكون في الخضار، لابد من أنه نشكل صناعة غذائية. والصناعة الغذائية حكينا عن التنمية الريفية والمشاريع هذه القصة. جانب الآخر احنا بنشتغل وهذا الكلام انا ما رضيت اطلع مع اي لقاء تلفزيوني حتى يكون عندي ادوات واكون ان شاء الله صادق اني قطع الشوط. نعم. استملكنا الان كان لنا 30 درهم في الغور الجنوبي وراحوا استرجعناهم 30 درهم موافقة مع الوزير المياه وسلطة وادي الاردن. هذه 30 درهم سنعمل على انشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي. لما نحكي مدينة تنموية إلها إعفاءاتها الجمركية والضريبية حتى أستقطب المستثمر يشتغل في التصنيع الغذائي
وسأعمل على ثلاث مصانع، مصنع رب البندورة وفي مستثمر، هناك مستثمر جاهز ينزل خط إنتاجه. راح ترجعوا نفسه؟ لا 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 ما له واحد ثاني ما له علاقة. أنا ماشي، أنا ماشي، بدي أشتغل قطاع خاص. طيب أنا بدي أشتغل قطاع خاص، أنا القطاع العام لو بدي أبيع هواء اللي يخسر. خليك بصراحة، مش موضوعنا، لأن إحنا اقتصاد السوق، بدنا نشتغل بطريقة مختلفة. يواكب الشريك الحكومي خسران. أنا بدي، لا يا عمي هذا قطاع خاص يشتغل، أنا بأمن لك الهنجر والبنية التحتية وانت دي خط انتاجك واشتغل، وانت معطيه اعفاء ضريبي وجمركي، ضريبي وجمركي، وكمان بعطيك لخمس سنوات من الاجور وخمس سنوات. وبالمقابل انا وفرت المبلغ هذا من شركه برومي الاردن من مليون لمليون ونص، البنيه التحتيه هاي على حساب شركه برومي الاردن، مشكورين حقيقه وبوجه الشكر لهم عبر فضائيتكم. ممتاز. فخط انتاج لرب البندوره، خط انتاج للتجفيف، وخط انتاج للتفريز. تجفيف وتفريز، وهذه سوقها، لو حتى لا يوجد سوق في الخارج لدينا اسواقنا هنا تغطيها ان شاء الله تمتصها. متى راح هذا الكلام؟ احنا اخذنا الارض رجعناها، سنعمل مع الاول مستثمر، نشوف المخططات اللي عنده حتى كيف نبني له الهنجر ومواصفات الكهرباء والاريه، يعني ديزاين الهنجر. مستثمرين اردنيين؟ مستثمرين اردنيين ما عندي مشكله على فكره. مين أي مستثمر؟ اي مستثمر، اي مستثمر يخدمني في هذا المجال الله يحيي. انا بعطي الاولويه للاردنيين طبعا، لكن اي مستثمر يخدمني ما عندي مشكله. طب هل هناك هذا المستثمر رب البندورة اردني؟ اردني نعم. طيب في اشتراطات من قبل الوزاره على المستثمر؟ بدك تعين اعداد طبعاً محدده؟ طبعا هو بده عنده عماري في منطقه الاغوار كبيره جدا وبيشغلها طبعا، كيف لا، يعني انا فاتحه مشان يستورد العماري من برا كويس، اذا في فني او خبير او قصه نسبه محدده، نسبه متدنيه جدا كمان. طيب كويس، لانه انا مشكلتي في الاردن البطاله، مش معقول. انا عندي هدفين، هدف اني اشتغل على تشغيل الاردنيين، والهدف الثاني انه انا اصنع الفائض عندي اللي بضرب السوق وبضرب المزارعين. طيب هذه ال 30 دونم بنكون تم استرجاعها، واجوا شركه برومي لانهم بيستاهلوا انه نتحدث عنها، ودعموكوا بمبلغ حتى انه تعملوا مصنع رب البندوره وخط انتاج تجفيف وخط انتاج تفريز، وانتم وفي مستثمر قدم بلش. نعم. بلش. وبالتالي انتم بتستقبلوا. نعم. اي مستثمر حاب. نعم. يروح على الهواء بنطلب. ابدا يراجعونا واحنا ابدا جاهزين، بالعلم انه مقدم لهم اعفاء ضريبي وجمركي لمده خمس سنوات، واعفاء من الاجور الهنجر والبنيه التحتيه لخمس سنوات، واعفاء من اجور البنيه التحتيه خمس. والله كويسه، يعني دلال، يعني دلال طبعا. بس انا شو هدفي؟ شو الهدف؟ التشغيل، الفاء للتشغيل والفاء للانتاج، فاء للانتاج. ويزرع زراعه هون، بيجي التعاقد هون، بنروح لازم التعاقد. أيوة. بده يتعاقد بالبذري بالشتلي، بده يتعاقد بالنوعيه، بده يدفع للمزارع، او ممكن اغطي المزارع بقرض بدون فائده موسمي كمان اللي بيمشي بهذا التعاقد، وهون بيضمن المزارع انه يبيع منتجه على الاقل في حد ادنى عنده. متى راح نبدا بهذا الموضوع؟ سيدي العزيز، اخذنا الارض وانا بانتظار اخونا اللي هو المستثمر الاول يعطيني مخططاته حتى اتعاقد او نعمل اتفاقيه مع برومي الاردن يبنون الهنجر باسرع وقت ممكن، والمستثمرين الاخرين بتمنى بكره يراجعوني في اي وقت بدهم اياه، انا جاهز حتى يعطوني مخططاتهم مباشره، انا ابلش انفذ حتى بمتطلبات صناعتهم. وهذا التصنيع الغذائي، نعم، دخلك احنا يعني ليش ما اتجهنا من زمان على التصنيع الغذائي؟ كان اسواقنا ماشي، كان في استيراد، كان في تصدير، نحكيها مزارع، مو الناس اسرع حاجاتهم، وين في مصلحه بتوجهه؟ المزارع كانت ماشي اموره اوروبا عبر سوريا العراق، لكن للاسف احنا بعد تقريبا 2011 و2014 ضررنا ضرر كبير في التسويق. نعم. ايضا هذه نقطه مدخلات، هذا محور المدخلات. محور المهم جدا، احنا بنحكي ترى هذول بدها خبين عشان كمان ثلاث اربع شهور نعمل مقابله. انا ليش تاخرت لحتى اجي معك؟ لانه بدي كلامي يكون مسؤول، ممتاز، مش عبثي ولا تنظير، وهذا الشيء يعني بصراحه مكلف الكلام يعني. شوف. نعم. والله انا اورجيك، شوف انا عندي طبعاً. عندي بس اورجي، عندي 45 سؤال. نعم. بدي انا حاط الاسئله، بدي والله 49 سؤال، بدي انا حاط هذه الاسئله ماشي. نعم. وانت الان تحدثت لي، بجاوب على معظمهم على فكره الكلام. صحيح. بس انا شو، انا الان تتحدثت لي انه انت عندك خطه لهذه الوزاره، راح تجاوب على 50 سؤال ماشي، حطيت التصنيع الغذائي انا حاطه على جنب. نعم. كويس. طيب. وفي عندنا فرص تشغيليه حطيناها ماشي، اللي هي للتحفيز الحكومي. نعم. ايضا المحور الرابع، الرابع محور التسويق، تسويق واضحنا، وهذا حقيقه في وضع صعب جدا تسويق، واحكي لك شغله، في اشكاليه كبيره في التسويق الداخلي والخارجي، لذلك لابد من انه احنا ننظف الطاوله ونشتغل من جديد اريه مختلفه. وزاره لها شان بالتسويق ولا بس تنظيم؟ احنا تنظيم اللي حتى احمل المنتج المحلي، هي القصه تحمل المنتج المحلي وبعض التوجيه.
لكن بالشكل المباشر لا. ليش؟ لأنه اقتصاد السوق عرض وطلب. يعني أنا بندور لما يكون عندي بحاجة 500 طن ينزل عندي 2000 طن، أنا بقدر يعني شو أعمل فيها يعني؟ عرفت كيف؟ لكن أنا بدي أسرع تسويقها بطريقة مختلفة. هون بدنا نعمل على مراكز تعبئة وتدريج في مراكز في مناطق الإنتاج. مركز تعبئة وتدريج يعني فوت البندورة أو المنتج ماشي. يتفرز بطريقة صحيحة وفرز ABC يكون محترم، مش يعني جاي من فوق نخب أول من تحت مغشوشي. هذه قصة بصراحة إشي متخلف هناك، ما يجب أن نخرج منه. طيب بعدين عندي منافذ تسويقية في بلاد الاستهلاك، يعني منفذ تسويقي في دبي، منفذ تسويقي في الرياض، منفذ تسويقي في الكويت، هذا المنفذ معرض وبراداتي، وأيضا وظيفتي أنا أشبك مع التجار الفرعيين في الكويت، في دبي، في السعودية، حتى أنا أوزع منتجي. هذا الكلام بده يجينا آلية القطاع الخاص. أنا حاولت حقيقة على مدار سنوات، كنت سنتين وشوي وزير زراعة، أستنهض إخواننا في القطاع الخاص للسير بهذا الاتجاه. للأسف ما عندهم ميل، أو يعني ممكن الوضع الحالي القائم بيستفيدوا منه. طيب. لكن هذا الكلام بضر المنتج وبضر المستهلك، مش صح نستمر فيه. فبالتالي أنا بدي مراكز تعبئة وتدريج ومنافذ تسويقية، وأنا مستثمر في الكويت، انا مستثمر في دبي، انا الوزاره، انا لا الشركه هي قطاع خاص تشتغل، هي عقليه قطاع خاص. يعني بدك تجيب قطاع خاص ايضا ويجي يسوي. انا ما بقدر اشتغل الشغل هذا. طب ماشي، انا بطلب منك الان، انت قلت لي انا بالنسبه للتصنيع الغذائي يجي القطاع الخاص ويعمل مصانع ويشتغل. نعم ماشي. بالتسويق انت تطلب، انا بدي امول كحكومي. شو بدك تمول كحكومة؟ امول المراكز تعبئة وتدريج والمنافذ التسويقيه، وهناك ان شاء الله يعني وعود باشياء دعم لهذا المحور كبير جدا. ولكن حقيقه بدي امول انا هذه المواقع حتى انا احفز القطاع الخاص انه يشتغل على التسويق بطريقه مختلفه. يعني انا مش معقول اظل انا مثلا بنتظر، مع احترامي لاخواننا التاجر مثلا في الامارات، انه يشتري بضاعتي. انا مستثمر هناك، انا تاجر هناك، بعبي وبطلع مباشره وبشبك مع التجار الفرعيين. انا اليوم بدي بطلع مثلا 100 طن على بلد معين. طيب. انا السنه الجايه ممكن بدي 1000 طن اذا اشتغلت صح. ممكن انا اقول ازرع بندوره لانه سوقها ماشي، وهذا المزارع بجيب بضاعته عندي وبطلع بروح، بنزل شكه بعد 3 أيام 4 أيام بنزل لعنده. هذا بعزز الثقه فيي انا كشركه، وبيخليني انظم ايضا التسويق الداخلي، يجيب انتاجه عندي كمان التسويق الداخلي. طيب ماشي. بس في سؤال قبل ما تكمل، لانه من البراء للزيود، لأنه بقول أسألك بالله، تسأل وزير هل نستطيع الاستفادة من أرض الحرش من أجل زراعتها لتحسين مستوى الدخل وزيادة الرقعة الزراعية والاكتفاء الذاتي؟ أسألك بالله لو بدي أعطيها أنا لكل واحد بده يقول لي هيك. هذا سؤال لأنه قال لي أسألك بالله، وأنا بدي أسأله بالله لو بدي أعطيها لكل واحد بيقول بدي أرض الحرش وأشتغل فيها، بيجي 10 أهدافهم نواياهم طيبين مثل أخونا براء، وبيجي 1000 واحد بدهم يستملكوها ويحطوا أيديهم عليها وما بضل عندنا الحرش ولا حراج. حقك مو منطقي ولا لا؟ مش أسألني بالله وأنا بدي أجاوبه نفس سؤال. الآن أنت تحدثت لي أنه أنا عندي تصنيع غذائي وأنا بدي أعمل الآن مصانع، وأنا كوزارة دوري تنظيم، لكن بدي أشتغل على التسويق كمان، توفير البيئة وتوفير البيئة وأعمل مراكز التعبئة مزبوط، والإعفاءات والإعفاءات والدعم. وأعمل مراكز وأشبك مع الدول الثانية وحتى أعطيهم الصنف أول والصنف الثاني والصنف الثالث، صحيح؟ نعم. طيب هناك من يسأل، طيب إحنا لماذا نستورد؟ هذا هي وزارة الزراعة المحترمين. نعم. نود إعلامكم. نعم. هذا. نعم. بأننا ممثلي قطاع الثروة الحيوانية مربي الأبقار في المملكة الأردنية. نعم. الهاشمية. نعم. سيقومون بعمل وقفة احتجاجية. مش غلط. أمام وزارة الزراعة. أبسط حق. اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 4/4/2021. أبسط حق. ولعدة أيام، وذلك بسبب قرار معالي الوزير بالتوجه لفتح باب استيراد الأبقار من الخارج. نعم. والذي سيلحق الضرر بالقطاع. نعم. بقول لك عنا حليب كثير. طيب ممكن جاوب؟ طبعا هذا هي والله وصلتني قبل ما ممتاز ممتاز. لا ابدا هذا حق طبيعي ومشروع يعني، وحتى نشوف اذا اذا كان فيها حل. إذا يعني هاي الناس بتسمعنا وانت بتجاوب. تفضل مؤاخذ. يعني فضل. انا مسؤول، لما احكي مسؤول انا عندي اطراف وشركاء لازم اراعي حقوقهم. لا يعني مستحيل اخلي الخصم هو الحكم. انت منتج ماشي، انا حميتك 3 سنوات مربي الابقار 3 سنوات، كان يبيعوا كيلو للحليب 250 فلس الكيلو، والسعر العادل من 350 ل 400 فلس. الان وصل لعقود الكميات الكبيره 460 فلس. هذا تعسف في الحق. في منتج، في مستثمر عنده استثمارات بعشرات الملايين وعنده مئات فرص العمل، وفي مستهلك كمان.
ليش ارتفع كيلو اللبن على المواطن من دينار لدينار 20؟ ولولا انه في ظروف جائحه كورونا وما فيش حفلات ولا في اعراس ولا تجمعات افراح ولا اتراح، شو بصير فينا في كميه الحليب؟ انا حاجتي ل 650 الف طن من الحليب سنوي. احنا قديش موجود عندي؟ 486 الف. الا اذا بدي اعوضهم بطريقه اخرى، انا بدل ما انا يكون عندي حليبي ويصير قيمه مضافه تصنيع وتشغيل، لا اروح استوردهم جاهزين من برا. هذا كلام عدم مؤاخذه، هذا متنفع هو مستفيد اللي بكتب الكلام هذا، هو مستفيد، انا مش مستفيد، انا اللي بدي اعمل التوازن هذا. هذه الوزاره دورها تنظم، مش معقول اتركك انت تنظم، انت الخصم والحكم، مش صح. فهمت القصه كيف المعادله؟ طيب متى ما انظلم ماشي. انا حتى لو كانت حتى لو كانت الكل في انتاج انتم عليه لا تسأل. عندما ظلم انصفته، لكن لا يتعسف في حقه ويطلب زياده. طيب مهندس، مهندس قول لنا القصه. شو هي هاي القصه؟ هاي القصه تحديدا قول لي شو مزارعي الالبان عام 2018 حقيقه تعرضوا لشبه انهيار في اسعار الحليب، مزارعي الابقار. طيب اجيت انا حميتهم، كنت انا ذاك وزير الزراعه، وقفت الاستيراد، وقفت استيراد معظم المنتجات حتى اللي بتضر فيهم. طيب فارتفع السعر وصار عادل ومنطقي، فاحنا اتفقنا على اغلاق السوق سنه، يعني 2019. شفت كيف انا بعطيك بتطلب اكثر هيك القصه؟ ماشي اعطيته بس لانه انا ما بينهم مصلحته هيك. طيب هو مصلحته هيك، عرفت كيف؟ سكرنا 2019 وسكرنا 2020، الان ارتفع سعر الحليب، صار مكلف على المصنع، صار ما يقدر ينافس ايضا لما بده يصدر برا، في ناس عنده طلبات للسوق الخارجي بده يجيب، عمله صعبه، ما مش قادر يلبي احتياجاته من الحليب. لانه السعر عالي جدا. انا بحكي لك بلش كان 250 فلس، وصل 460 ونص دينار و55 الكميات الصغيره، الكميات الكبيره 46 قرش، حرام مش صح. هذا كمان في فحش على المصنع. انا بعمل على التوازن ما بين المنتج وما بين المستثمر وما بين المستهلك، ما بخلي طرف يتغور على الاخر. طيب هو في عندك، احنا كمان بالاردن في عندك أيوة صغار المربين. ايوه هون هون انا ما فتحت الباب على مصراعي كما كان سابقا 10%، يعني 9000 راس دخلت. انا دخلت فقط 1500 راس. شفت كيف؟ حتى احافظ ايضا، انا بهمني هذا المزارع الصغير يظل مستمر وماشي ومستفيد، لكن لا يتعسف في حقه، وهذا واجبي انا، مش واجبه هو، هو واجبه يربح ويعيش، لكن مش واجبه يتغول على الاخرين ويصير بده يطلب اكثر من حقه. طيب نائل الزعبي يسال، تثبيت عمال المداومه في وزاره الزراعه من سنه 2013 على هذه قضايا مرتبطه بالديوان الخدمي، احنا جزء من الدوله الاردنيه، والشواغر هذا العام وضعها صعب جدا، فاصل ما بقدر يعني احكي فيها، لكن لو تخليني اكمل محاوري بس. نروح على فاصل قصير اخير. فاصل قصير اخير، تفضل البقايا معنا. اهلا بكم من جديد، جد ورحب بضيفي معالي الوزير. اذا تحدثنا عن محور اخر، وهو احنا المحور اللي خرج اليوم ضمن الحكومه هو محور واحد. نعم. تحدثنا عن الصناعه محور ثاني، عن التسويق وتراث الانتاج، والان محور التمريفيه تحدثنا عنه برضه، لانه نحكي عن محور من ثلاث مسارات، كنا تعبئه تاهيل وتدريب وتمكين وتمويل، وفرنا التمويل الحمد لله، والان عندنا السوق الرئيسي او المعرض المركزي للمنتجات الريفيه سيبدا الانشاء في انشائه في شهر ايار. بدنا نحكي عن محور الحراج. حراج الان محور الحراج ماشي. بتعرف احنا ثروتنا الحرجيه محدوده اصلا، لا تشكل يعني 7-10%، ولازم نحافظ عليها ماشي. ولازم نحاول نتوسع في التحريج. لذلك انا مثلا 2017 كان عندنا طاقتنا الانتاجيه مشات لنا الحرجيه حوالي 600 الف شتلي، رفعتها حوالي 2 مليون انا ذاك. الان بسعى الى رفعها الى 5 مليون حتى يتدور عندي كميات وتكون لما اطلعها انا قابل للحياه. يعني انا بشتت نفس السنه وبطلع نفس السنه، تكون يعني حجمها ولا قادر يتقاوم عوامل الطبيعه، والان تعرف تغير مناخي، فبالتالي انا بدي اطلع شتلي قابل للحياه، بدي ارفع الطاقه الانتاجيه لحوالي 5 مليون شتلي سنويا. الجانب الاخر بدنا نشتغل في مع اخواننا جوار الغابه، خصوصا في المناطق اللي عندهم غابات كبيره مثل عجلون وجرش. طيب انا بدي العلاقه بين الغابه والمواطن تكون علاقه محبه ومودي، ويكون لها اثر ايجابي يعني نعمي وليست نقمي، يعني ما يشعر انه محاصره ومش مستفيد منها. فبالتالي بدي اشكل جمعيات جوار الغابه، حطب اهل عجلون لاهل عجلون، حطب اهل جرش لاهل جرش، لن يخرج من اي محافظه اي كميه من الاحطاب
الى المحافظات الاخرى. هاي واحد عندي الان كميه بدنا نوزعها ان شاء الله خلال الاسبوع القادم على المنتفعين من صندوق المعلومات الوطنيه في منطقه عجلون. وزعها عليهم مباشره بالتنسيق مع المحافظ ومدير التنميه الاجتماعيه في محافظه عجلون. لانه انا بدي اشعر انه هاي الشجره له. حتى التقليم للجوار. وبده يعمل كشك، بده يعمل كرسي يقعد فيها يستفيد منها ونظافتها والمحافظه عليها وحراستها، وايضا انه يستفيد من المصطافين او المتنزهين من خلال الغابات. جانب الرقابي لابد من ايضا زياده كميات الابراج والطوافين والرقابه الالكترونيه المختلفه، درونز او كاميرات او خلافه، ولابد من تفعيل انظمه القوانين الردع، كل من تسوي له نفسه انه يعتدي على هذه على غاباتنا اللي هي محدوده اصلا يعني، ونعمل على الحد من الاعتداءات. لابد ايضا من تشجير المساحات الفارغه والقابله للتحريج، وهون احنا ممكن نشتغل على مشروع، هذا المشروع اللي حكينا عنه اللي كان في ضمن الاجراءات التخفيفيه والتحفيزيه حوالي 5 مليون دينار للتشجير والتحريج، وسنبدا من ان شاء الله من الصحراوي انشاء مركز تحريج في منطقه القطراني لتحريج الصحراوي والقطراني، وبالتعاون مع محطات المحروقات الاستفاده من اعاده تدوير مياهها، اضافه الى محطه صرف صحي معان في كميات كبيره من المياه نستغلها، وقد ناخذ رخصه لبئر على الصحراء للقيام بالتحريج في مداخل المحافظات سواء معان الكرك الطفيلة وعلى امتداد الصحراوي. أضف إلى أنه إحنا مناطق قابلة للتحريج في الشمال تعرضت لحرائق أو اعتداءات، سنعمل على إعادة ترقيحها وتحريجها إن شاء الله. طيب الآن انتهت المحاور؟ لا، محور الأخير اللي هو محور صندوق المخاطر. لا بد من التحول، للأسف أنه إحنا الفترة الأخيرة تغير القانون صندوق المخاطر وزادت اوجه انفاقه، يعني اللي بيدفعوا يعني تزود، ايوه ضريع، وزادت اوجه انفاقه بحيث موارده ما تغطي. انا بدي احاول اشتغل على قضيه اخرى اللي هي صندوق التكافل. يعني انا عندي مخاطر معينه، بتكونش تعملوا تعديل على صندوق أنا على التعديل؟ لا لا لا، مش تعديل، لا مش تعديل جديد، بس انا بدي احكي على مدخل اخر يعني غير التفكير الريعي لشيء نهضوي. طيب اعطيني. انا بدي انه انا بدفع الدوله كامل الايرادات اللي كنت ادفعها سابقا سواء من السوق المركزي أو من الخزينة الدولي مباشرة، إضافة إلى أنك تساهم جزء بسيط أنت، حتى أنت تقول إلي تعال أنا بدي هيك لأنه أنا ساهمت على الحيازة المعينة النباتية أو الحيازة الحيوانية. فبالتالي لازم يساهم المواطن أو المزارع في جزء بسيط جدا، أدفع أنا تقريبا 70% يدفع هو 30% أو 820%، اللي هو صندوق التكافل. صندوق نحول لصندوق التكافل حتى يكون فيه إيرادات تغطي المخاطر اللي توسعنا فيها. مثال عندنا عند الرياح الآن، أنا بكرة طالع على معان في كان مشكلة يعني مع المزارعين، بدي أكشفه وبدي أدفع له. طيب أنا إذا صار عندي لا سمح الله مع تغييرات المخيل اللي حاصلي كم قضية أو كم ظاهرة مناخية في سنة، منين بدي أعوض الناس؟ صندوق المخاطر فيه ولا خلاص؟ صندوق المخاطر فيه، لا فيه لا محفوظ مصارية يعني ما فيش موجود. نعم طبعاً طبعاً. طب صندوق التكافل كيف راح تعمله؟ أنا كدولة أضع موجودات صندوق المخاطر اللي حوالي 11-12 مليون كاملين موجودين، راح نضعهم له التكافل، وهو والالتزامات السنوية تجاه صندوق المخاطر أدفعها كاملة كخزينة وكأسواق مركزية، والمواطن المزارع يساهم بجزء بسيط جدا بحيث يغطي المخاطر اللي هو بتوجس منها خيفة يعني، أو يعتقد أنها قد تمثل خطر عليه. طيب ماشي. الآن نسأل سؤال بسألوني يا شباب، بقول لي المهندسين الزراعيين لهم دور بوزارة الزراعة، لهم دور ضمن هذه المحاور؟ طبعا أول شيء إحنا يعني شو راح يكون كيف بدنا نشتغل؟ لأنه إذا بده يضل أستاذ الجوال خدمة مدنية أنت أدرى. سيدي أنا لما أقول لك 5 مليون دينار لقروض للشباب، لمين هذه القروض؟ هاي على الأغلب المهندسين الزراعيين. 5 مليون مين المعني بالزراعة؟ مش المهندس الزراعي على الأغلب؟ يعني أنت وكأنك تتجه بالخمسة مليون إلى الأفكار التي سيقدمها المهندس الزراعي. طبعا هو المؤهل، أكثر واحد مؤهل لذلك. له أولوية. طبعا. كيف؟ هو المؤهل. 5 مليون دينار. نعم. طيب الآن أطرح عليك السؤال الأخير مع الوزير، أنت متفائل في تطبيق كل هذه المحاور أم لا؟ والله أحكي لك شيء، يعني معظم المحاور لأنه أقول لك شيء، أنا الآن استمعت إليك ساعة كاملة، محاور عند طرحها جميل سماحة، لكن أسأل هل سيتم تطبيقها؟ طيب أم لا؟ خليني أبلش واحد واحد بس بسرعة معي دقيقتين. دقيقتين يلا. تفضل. محور مدخلات الإنتاج بلشنا في اللجان وخلال منتصف رمضان سيتم إعلانها إن شاء الله النتائج. ماشي. مباشرة. محور الإقراض ما رضيت أطلع مع أي فضائي أو إعلامي إلا لما أخذنا قرار مجلس الوزراء وحولت نفقات الرأسمالية ومن وزارة المالية غطيت الإقراض، غطيته والتشغيل غطيته تماماً. ماشي. إذن أنا بقول أنجزناه. طيب. محور التسويق الآن هذا المحور
حقيقة أنا عندي سيناريوهات كثيرة فيه، هذا بده يتأنوا عليه شوي فيه، يعني مش كثير بس أتوقع خلال شهرين ثلاثة يكون في إشي على أرض الواقع. طيب محور التصنيع الغذائي إن شاء الله شغال الأرض والدعم التزام أولي والمستثمر الأول موجود وبنتظر يعطيني تصاميمه حتى أرتبها مع الإخوان في شركة رومي. ماشي. تنمية ريفية هي 10 مليون دينار، السوق الرئيسي أو المعرض الرئيسي سيتم البدء به خلال شهر أيار. طيب نعم ماشي. الحراج بحكي لك عن أنظمة وتشجيعات وقوانين وبرضه هي 5 مليون هي واضحين وبحكي لك إياهم واضحين. صندوق المخاطر هذا في طور الدراسي أنا بحكي لك قد ماشي. في شواغر جديد للوزارة أم لا؟ التركيز هذا العام على قضايا أخرى خلاف الشواغر والتوظيف. نعم شكرا لمعالي المهندس خالد حنيفات وزير الزراعة. شكرا حياك الله. نلتقيك بعد أشهر إن شاء الله. دمتم بخير، كل التحية.